يا باشا، مع محمود التلباني هتقول كل حاجة عجباني. عايز نعمل لك ايه بس؟ ايه، سفينة فضاء يا باشا؟ سهلة، يوم السبت الجاي تكون خلصانة. ده انت جيتلي في ملعبي. ايه ده؟ هو يعني انت جيتلي في ملعبي؟ مش عارف. طب ما يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. النهاردة حلقتنا هتدور حوالين كلمة يعني إيه أنت جيتلي في ملعبي. أولا، هي الكلمة ديت كانت جاية تقريبا من الكورة، لما كنا بنحجز ساعات كورة مثلا فيقولك لأ تعالى لعبني في ملعبي، أو مثلا يقولك يا باشا أنا هاجي ألعبك في ملعبك، يقول له حبيبي ده أنت كده جيتلي في ملعبي. فالمقصود بيها إنك جيتلي في ملعبي يعني جيتلي في الحتة اللي أنا حافظها، ان انا كل يوم بلعب فيها وعارف تفاصيلها وعارف منين اشوط ومنين اجيب الفاول، اللي هو حافظ كل حاجه فيها، يعني بمعنى اصح بروفيشنال فيها. فالالماني هنا هو لما يحب يقول على الشخص ان هو بروفيشنال او ان هو في الحاجه ديت يعني ما فيش زيه، فعندهم مصطلح او تعبير جميل جدا وهو ان ديزه ساخه داهايم زاين. بمعنى اصح مثلا انا عايز اقول ان انا في الحاجه ديت محترف، هقوم قايل لك ايه؟ ان ديزه ساخه بن ايش داهايم، ان ديزه ساخه بن ايش داهايم، يعني في الاشياء ديت بكون انا في موطني، يعني انا في ملعبي. لو عايز مثلا اقول بيتكلمني عن حد مثلا ميكانيكي سيارات اي حاجه، اقول لك يا باشا ده ندمان وده بروفيشنال، ده محترف في الحاجه ديت، هقوم قايل لك ان ديزه ساخه ايست اير داهايم، in dieser Sache ist er daheim. فلما انت تشوف حد بروفيشنال وعايز توصفه بالكلمه ديت ما تنساش المصطلح دوت، ان شاء الله هيفيدك كتير جدا. على الله تكون استفدتوا ان شاء الله من الحلقه بتاعت النهارده، واستنونا في الحلقات الجايه. سي يو.